مع الإبداع. ودائما بنقول أي شخص قادر أنه يبدع بالمجال أو العمل اللي بيحب يقوم فيه ويستمتع أكثر بالأشياء اللي عم يعملها بحياته من خلال تطوير هيدا العمل وإضافة لمسات فنية لإله، من خلال إعادة تدوير بعض الأشياء اللي ممكن نحن نفكرها أنه تالفة ولكن هي لا تزال صالحة وممكن نعمل منها شغلات جديدة. فاتن عم نلاقي هيدا الموضوع كتير منتشر بين شبابنا، واليوم معنا نموذج كمان لهيدا الموضوع. تماما، يعني عم نقول اليوم عم نشوف صبايا وشباب دائما متجددين عم بيحاولوا يمكن يكسروا هيدا الظروف اللي عم بيعيشوا فيها، يكونوا محققين لشغفهم وحبهم لهيدا الهوايات، وأيضا يكونوا معين لأسرهم ودخل إضافي لحياتهم. اليوم معنا تجربة فريدة من نوعها. اليوم معنا الأستاذ أمجد محمد منى، مدرس بمادة الرياضيات ويعمل بالتنمية البشرية أيضا، وبالإضافة إلى موهبة صناعة الإكسسوارات بالأسلاك النحاسية. لك يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم ويسعد صباح مشاهدينا. اهلا وسهلا فيك استاذ امجد. اهلا وسهلا فيك. يعني مشروع كثير حلو عم نشوف نحن عند نماذج رح نحكي عنها من خلال لقائنا مع حضرتك، انما بدايه يعني نحكي اكثر عن فكره هيدا المشروع اليدوي البسيط، كيف بلشت فيه؟ هلا بدايه المشروع، شوفي لك، وقت اللي انت بتمري بمراحل معينه بحياتك انت بحاجه لحتى تشوفي اي موضوع لحتى تطلعي من اللي انت فيه، وبظل الأحداث اللي مرقت والأمور اللي مرقت أنت بحاجة تلاقي عمل يرد لك مردود مادي من دون أنت ما تحطي رأس مال كبير. صحيح. يعني اليوم أنت بدك تدوري على إعادة تدوير شغلات تستفادي منها. واليوم نحن من خلال الأسلاك النحاسية اللي نحن منطلعون من الغسالات القطع القديمة، فكرت أنه نحن نعمل شيء، خلينا نحن هذا الجيل اللي من نص الأزمة طلع وترك بصمة، عمل شيء للجميع. اليوم انت اليوم هذا متاح لاي حدا، ممكن هو وقاعد بالبيت يشتغلون. هيدي الفكره الاساسيه كانت بالبدايه. وثاني شيء هذا الشيء فن، يعني انت بالنهايه عم تقدمي فن وعم تاخذي مقابله مردود مادي. اليوم وزعنا باكثر من منطقه بالبلد طبعا، والمراه الريفيه، جمعيه المراه الريفيه كمان كانت من الداعم الاكبر لهذا الموضوع. اليوم انت بدك تدوري على اي شيء لحتى تستغليه، لحتى ما نترك اي شيء نكب، لا نحن نستثمره وندخل مردود منه مادي. تمام، كثير حلوه الفكره. يعني الفكره مبدئيا اعاده تدوير راس مال يمكن قليل وقطع جميله، يعني اي حدا ممكن يتمنى يحطها ببيته. عم نشوف اتقان بهيدا المجال. نحكي عن الخطوات الاولى ببداياتك، يعني كيف بلشت، كيف تدربت حتى على هيدي القطع؟ هلا البوصله الاساسيه للانسان هو عندك انت اداه واحده واللي هي التركيز. الانسان بيحدد شو بده من خلال التركيز. انت اليوم وقت بتركزي بغرض معين فانت بتبدعي فيه، ليش؟ لانك انت حطيتي كل حواسك بهذا الموضوع. في ناس كثير بتركز انه انا حياتي معركه. كيف رح تكون حياتك؟ اليوم انت رح تركزي انه حياتك كثير طموحه، طموح ميزه طبعا بالانسان، من خلال الطموح بتحددي الهدف، من خلال الطموح بتحددي المنهج والمنهجيه اللي رح تتبعيها. واليوم نحن من خلال الطموح قدرت انه انا اعمل من شغلات بسيطه شيء كثير عظيم. عرفتي كيف؟ ممكن مع الايام نحن نطور طبعا هذا الشيء، سقفه كثير عالي، ولكن نحن دائما بنحاول نقدم الافضل ما عندنا. اليوم من خلال هذول الاسلاك نحن عم نصنع ما بدي اقول لك اشكال جديده تمام، وعم طلعها من دائره الخوف والخجل لاكثر من هيدي المرحله، مرحله اكثر من التقبل، حتى مرحله المواجهه. اصلا حياتنا كلياتها امتحانات. يعني اليوم نحن ضمن امتحانات، وهذا الشغل هو امتحان. انا حطيت حالي وقلت انه لا، انا بدي اثبت انه انا موجود، انا بدي اقدم بظل هذا الشيء، بدي اقدم شيء، اترك انجاز، اترك بصمه. تماما. يعني حضرتك مدرس لمادة الرياضيات. تمام. وايضا مدرب بمجال التنمية البشرية. بالاضافه لحتى فتحت مشروعك اللي هلا عم نشوف نحن نماذج منه، فيعني هي ثلاث شغلات خلينا نقول عم تشتغلهم انت، فكيف يعني توزيع العمل بمهامك اليوميه كيف عم تكون؟ انت اليوم بدك توزعي النجاح وقت اللي بيكون شوفي لك قدام عيونك نجاح، فانت ما عاد تطلعي لا للاشخاص السلبيه ولا 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 الى اخره. اليوم في عندنا مثال بين الغزال والاسد، وقت الغزال بيركض بيلتفت لورا فبتنقص السرعه للنص،
السبب الثاني، الأسد وقت اللي بيركض بيحدد هدفه وبينطلق تجاهه، لهذا السبب هو بيحصل على، مع أن الغزال أسرع، نحن دائما بنعرف هذا الموضوع، اليوم بيحصل على لأنه حدد شو بده. واليوم نحن وقت اللي بنحدد شو بدنا بنقدر نتبع ونقسم أوقاتنا، بالإضافة إلى على أنه أنا قارئ كثير، بقرأ كتب وثقافة عالية. اليوم أنت بدك تحددي شو بدك، قسمي وقتك بتقدري تنجزي بأقل وقت ممكن. تماما، يعني حتى يمكن هلا مثل ما قلنا طلابك ناطرينك من وجه لهم تحيه، يعني حتى بالمجال اللي بتعمل انت فيه ان كان بالتنميه البشريه او حتى بتدريس ماده الرياضيات، المفروض نكون قدوه. يعني وقت نحن بدنا نعطي هيدا الشيء ونقدمه للاشخاص ونقول لهم دائما كونوا انتم تعرفوا شو عندكم اشياء جميله وقدموها دائما، لازم نكون نحن المبادرين بهيدا القصه. قد ايه اشتغلت على هيدا الموضوع؟ كثير اشتغلت على هذا الموضوع. حتى الوقت اللي بتحكي مع طلابك او بتحكي مع الاشخاص المحيطه فيك بيخلوك تشوفي الامور بشكل الايجابي، لو كان الظرف اللي مارقه فيه هو سلبي، واي مطب او مرحله بتمر بحياتك الا ما تترك اثر، وكل ما كان التجربه اصعب كل ما كان الاثر اعمق، بتثقل من شخصيتك، بتعزز من مهارتك، بتزيد من قوتك. يمكن غير هيك ممكن بدك تسألي الناس اللي حوالي أكثر. تمام، هلا بدنا نتعرف أكثر على هذا المشروع. ذكرنا إنه هو إعادة تدوير لمواد هي يمكن نحن أكثر من الأشخاص بيكبوها إنه خلص هيدي انتهت فعاليتها، تعرفي ما بقى بدنا إياها. خلينا نعرف من حضرتك يعني المواد الأولية بهيدا المشروع تحديدا، شو لازمنا نحن رح نبلش فيه؟ تمام، هلا أول شيء هذول القطع سبق وقلت إنه نحن بنطلعهم من قطع الغسالات التالفة حصرا، ممكن حتى الشرايط التالفة الكهربائية ممكن احنا نعمل لها إعادة تدوير ونطلع منها هدول الأسلاك. هو سلك متين هذا؟ هو سلك متين. اليوم وقت اللي بنشتغل فيه سلك نحاس وبيجرح على فكرة، هو لازم الشخص يكون كتير كتير دقيق معه، بس نحن على الخبرة ما عاد انت بتفكري بهدول القصص، وبدنا سلك أسمك كمان، هذا كمان من إعادة تدوير من شغلات. تماماً تماماً، اليوم نحن ما عندنا شيء نحن نكبه، حتى زرار القمصان أو هالقصص ممكن نحن حتى نعمل إعادة تدوير، مثل ما شايفين هون حبات اللولو عملناهم نحن قطعة مميزة شجرة. حلو، لفهم على بعضهم، هيدا المبدأ الأول، هيدا المبدأ الأول، مبدأ الشغل بداية. تماماً، يعني اليوم بحركة كتير بسيطة قادرة أنت، هاي الخطوة الأولى لحتى تبدأ، هو بتصير بقى السلك أمتن يمكن، ما هيك؟ حتى مسكتك للقطعة النحاسية بتبين عليك إنك أنت عندك الخبرة الكافية، لكن لحالها هي بتاخذ الشكل، عرفتي كيف؟ حلو. فاليوم نشتغل أربع ورقات من نفس النسق، لكي طلع عنا الشكل الأول للورقة. نشتغل أربع ورقات لحتى نسوي الوردة الخارجية، وبعدين إحنا الإضافات اللي بدنا إياها بنزد لها. تمام، قد ايه صار لك عم تشتغل بهذا المجال لحتى اخذت هيدي الخبره وصار عندك التمرين السريع؟ اليوم يعني انا ومغمض عيوني بشتغل بهدول القصص، لانه انا لي شيء 6 سنين بشتغل فيهم طبعا، وكثير عارضين نحن طبعا. الاستاذه رباب ورده رئيسه جمعيه المرأة الريفيه والاستاذه سميره ناصر كانوا من الداعمين على انه اشتغل وحط، اشتغل وسوق، عرفتي كيف؟ اليوم انت بحاجة لأي مردود لحتى تطلعي من الوضع اللي أنت فيه. تمام. الأفكار من وين بتاخذها؟ يعني عم نشوف أكثر من شكل، يمكن بالأسلاك النحاسية ما بنتوقع يطلع هيك شكل الوردة مثلا، فأفكارك من وين بتجيبها؟ تمام، هلا أنا والدتي دائما معي بكل خطوة، طبعا الأم هي اللي بتحدد الجو العام بالأسرة إن كان سلبي ولا إيجابي. اليوم عائلتي أنا مثل أي عائلة، تمام، اللي بيحميها هي العلاقة السليمة بين أفرادها. اليوم ضمن حوار، وحوار دائم ما بس بمناسبة أو بإطار معين، كلياتنا بنتشارك، حتى هيدي الفاز نحن كلياتنا تشاركنا لحتى الألوان حتى ننسقهم، عرفتي كيف؟ يعني أنا كلهم بيشتغلوا معي. حلو، في شغل جماعي خلينا نقول لهذا المشروع. طيب نحن هون كمان عم نشوف، ما بعرف هدول شو ممكن يكونوا؟ هدول تماما، ايه هدول جلوب. اليوم نحن هلا انا جبت الحديد من السوق جاهزه جلوب، فكيت اللي بقلبه ورجعت عملت لها اعاده تدوير بشيء انا بناسب البيت، عرفتي كيف؟ يعني اليوم نحن نسقنا الالوان على بعض لحتى طلع مناسب هذا الشيء.
عرفتي كيف؟ والثانية القطعة الثانية كمان فرطتها ورجعت عملت لها مرة ثانية. رجعت انت عملتها هيك على ذوقك انت وعلى مزاجك. على ذوقي تماما. تماما. طيب تمام. تسويق هيدا القطع وهيدا المواد، يعني ذكرت المرأة الريفية إلى في قسم ممكن يكون مختص بهيدا الموضوع، كمان وسائل التواصل الاجتماعي يمكن هي عم توصلنا لأكبر عدد ممكن، هل نحن عم نستغل هيدا الموضوع؟ إيه أكيد تماما. اليوم أنت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنت كتير عم تنزلي شغلات ويجيكي تفاعل كتير كبير وتنتشري بشكل أكبر، عرفتي كيف؟ حتى ممكن بالسوق أنك أنت تحطي ببيتك قطعة نحاسية، هذا كتير شيء ثقيل وكتير شيء مرتب، فاليوم بالسوق بس يشوفوا قطعة نحاسية فورا بيشتروها، عرفتي؟ لأنه صارت الأشخاص اللي بتشتغل بهذا القصص كتير قلال، عرفتي كيف؟ فأنا حبيت من خلال هذا اللقاء عبري ومن خلالي أنه أنا طلعوا من هيدي الدائرة لدائرة المتاحة للجميع، أنه أنت اليوم بقلب بيتك قادرة تشتغلي وقادرة تقدمي وقادرة تنجزي وقادرة و و و إلى آخره. مو بس بالأسلاك مثل ما عم نشوف المعدنية، كمان في شيء تاني اللي هو شيء من القماش، أو خبرنا أكثر عن هيدا الموضوع. هلا هذا البساط اشتغلناه على قطعة خام أو قطعة خيش، تعين القهوة إذا بتتذكريون القديمين، هيدون نحن بنقصهم شوالات. قصدك أنت شوالي القهوة؟ خلينا نشوفه هيك على الكاميرا، نرفعه شوي نشوف المبدأ بس. والمبدأ من وراء هو خيش. تمام. هيدون القطع الخارجية القماش هدون أنا بشتريهم بالكيلو. يعني كان الكيلو بشي 5-6، اليوم صار ب 12. أنت بالكيلو قادرة تشتغلي هيك قطعة وتحطيها ببيتك. يعني أنا حتى القطع اللي شايفينهم ممكن إقلال، لأنه أنا بحب أترك مع أي حدا بعرفه قطعة، لأنه أنا موجود أنه هيدي مني، عرفتي كيف؟ حلو. عم نتابع هلأ نحن كمان صور. هدون الصور صراحة هن شخصية، بس بعدين طلعت قلت هدول الصور ما بس شخصية، هن كمان وثيقة وطنية عن بلد بعد 12 سنة حرب. أنت قادرة تقدمي هذا الفن بهيك إبداع، ما بس الإبداع العام حتى التخصصي. لهذا السبب كنا عم نصوره. نحكي عن هالقطعة. هدون هي القطعة كانت فيها خشب، فيها خشب، دخلت لها خشب وقطع لولو. هيدي موجودة عند رفيقي بالبيت، ف اهديته اياها لحتى يضل متذكرني فيها. فاليوم كثير مشتغله، يعني انا بكل قطعه مشتغله بمحبه. لهذا السبب انت بتلاقي كثير القطعه حلوه، لانه هي مشغوله بمحبه. تمام. قد ايه عم تنقل هيدي الافكار لطلابك؟ يعني سالناك تحت الهواء انه قلت لي هي الفئه العمريه الصغيره، هي لصف التاسع اللي بتدرسهم انت، فيمكن هون بقى كثير الطالب بيكون متعلق باستاذه وناطره هو شو بده يعمل شو بده يحكي. فاليوم ورياضيات، يعني قد ايه هيدي الماده بدها كثير تركيز. عم يشوفوا استاذهم الرياضيات عنده هيدا المشروع، يمكن قد ايه عم ياثر هذا الموضوع فيهم هن بهذا العمر. اليوم عم يترك اثر ايجابي بشكل كثير كبير، على انه استاذنا عم يترك شيء، استاذنا عم يعمل اليوم بالمدرسه، حتى انه انا استاذي جاي، انا استاذي بده يعمل، عرفتي كيف؟ فانا عم حاول طلع هذا الجيل من وضع هنفة لحتى يأنجزوا ممكن مع الايام، وحتى بكره مع الايام انا متاكد انه هن بيذكروكي، حتى لو انه دارك بصمه فيهم اكيد. يعني شيء مميز انه يعني الواحد بضل بيتذكر اساتذته اللي مرقوا عليه بهيدي المرحله تحديدا، اكثر من مثل المراحل اللي بعد بمرحله التعلم والتعلق بالاساتذه. تماما، لانه هو معلمك الاساسي، قدوتك بالحياه قدامك، عرفتي كيف؟ فلهذا السبب اليوم نحن خلينا نترك بصمة، نعمل شيء، نعمل إنجاز لبلدنا اللي تعبت علينا ودرستنا وإلى آخره. اليوم خلينا نترك لها بصمة أنه نحن بظل هذا الشيء قدرنا نعمل، عملنا إعادة تدوير واشتغلنا. تمام، حلو. هلا ممكن يكون في دورات تدريبيه على هذا الموضوع؟ يعني ذكرت كثير انه انت مهتم دائما تكون موجوده هيدا القصص، ما تندثر، خلينا نقول تماما يكون في اشخاص عم بيشتغلوا، ممكن يكون في جانب تعليمي. تمام، ممكن انت انك تكوني مهتمه بموضوع انت ما لك علاقه ابدا فيه، وانك تكوني داعمه ومهتمه وبتشتغلي سوا بموضوع معين، انك تكوني داعمه لموضوع مثل دعمي مثلا لاطفال السرطان. ماني مصاب انا بهذا الموضوع، ولكن انت اليوم بتدعمي. تمام، اليوم بقى كيف انا حدا عم ادعم واشتغل؟ اكيد بدي شجع اي حدا يشتغل ينتج
يوصل اليوم لدورة حتى تكثيفية، نحن جاهزين بالمرأة الريفية لأي شيء، حتى أنا متطوع بالمكتبة الأطفال العمومية، اليوم أي نشاط بيصير أكيد رح أكون أنا موجود معهم ورح علم حتى هذه الفئة من الشباب والصبايا اللي وصلوا لمرحلة هن بحاجة مدخول. يعني اليوم أنتم متاح قدامكم كل هدول القصص، بس بدهم هيك يمكن شوية خيال وشوية إبداع أكثر لحتى يعرفوا هيدي القطعة شو ممكن ينعمل منها، مش ما تروح وبعدين يقولوا يا ريت نحن عملنا شيء. في صعوبات معينة يعني أثناء، يعني هلا شفناك أنت عملت شغلة إنه بسرعة أتقنتها يعني، وإنما أكيد أي عمل بالبداية بمر بصعوبات شوي، خلينا نحكي عن صعوبات هيدا. هلا بداية وقت اللي بلشت صراحة بهذا المجال كثير كان صعب بالبداية، لانه انا ما في حدا قعدني وقال لي اشتغل، لحالي جبت السيخين وبلشت اشتغل. حتى الانترنت كثير ساعدني على انه انا اشوف شغلات مشتغلينها، حتى معامل يعني انت اليوم تجسديها على ارض الواقع من خلال عمل بسيط. ما بقول لك ما في صعوبات، ولكن هيدي الصعوبات حتى بالحياه، انت شوفي الاشخاص اللي فشلوا ما تشوفي الاشخاص الناجحين، تعلمي من فشلهم تنجحي. يعني انت اليوم ما تركزي على الاشخاص الناجحين بس، انه لا تقول هذا انا، دع الناس تقول هذا فلان. ما تشوفي الاشخاص الناجحين، شوفي الاشخاص اللي فشلوا، تعلمي من فشلهم، هدول دروس بالنسبه لإلك. واليوم انا كنت درس لكل شيء حوالي لحتى يتعلموا، يعني انا المطب اللي مريت فيه فورا بخلي المقابلي يتلافى هذا الموضوع، يتجاوزه تماما. تماما، كثير حلو. يعني هيدي خلينا نقول رسالة لكل اللي عم بيشوفونا، انه ما في شيء مستحيل طالما الشخص قادر وحابب هيدا الموضوع. يعني مثل ما قلت هو رسالة تماماً. إضافة لوجودك بأكثر من مكان، يعني لوين حابب توصل بهذا المشروع؟ هلا أنا طموحي كثير كبير، يعني ممكن سقفه عالي حتى ممكن كثير إنه نحن نشتغل بمشغل كثير كبير لحتى نحن ننتج هذول القصص، لانه برا كثير سعره غالي وكثير، لانه نحن اليوم بوضع ما قادرين الناس تدفع، نحن قد ما مكلفه بنبيعها لحتى العالم تقتنيها. ممكن برا كثير يكون في راغب لإلها، لانه الاعمال اليدويه كثير شغلها متعب، هي بتستهلك من طاقتك، بتستهلك من روحك، انت اليوم وقتك كلياته معه. حتى اللي ما عنده ذوق كثير كثير بهذا الموضوع ما يشتغل فيه، لانه بهذا الشغل بالذات بده ذوق. يعني انت اليوم الورده بمكان معين اذا حطيتيها بمكان مختلف بتلبق اكثر او بتزبط اكثر او بتلمع اكثر، عرفتي كيف؟ يعني اليوم بحاجه انت لمهاره لابداع، ما اي حدا مسك سلكين خلص اشتغل، بحاجه لدورات تكثيفيه، لدورات نحن عم نعملها يعني، عرفتي كيف؟ هلا هيدي السله اللي مجنبك هي كمان انت جايبها ورجعت عملت لها اعاده تدوير او تماما؟ هي كانت نفس مبدا هي جلوب كمان. كمان جلوب كانت غير هيك، كانت مثل القصب. اليوم انا فكيتها وجبت اسلاك نحاسيه من نفس الاسلاك اللي بس اسمك منه تمام، ومن هذا البراء جبت هدول البراء، طبعا كمان بماشي الاساس بالبيت واشتغلتها وطلعت كثير حلوه، فلهيك حبيت سالت عنها. لهيك يعني حبيت طلعها معي. حتى الفازه الموجوده يمكن هي بلاستيك، هدول الشغلات اللي فيها او شو؟ ايه هدول بلاستيك، كان اخضر، كان اخضر، صار هلا لون اخضر. ايه فانا بخيته لهي ماشي الفازه اللي تحت. حتى ممكن ما منتبهه انت عليهم اللي قدام، هن برق كمان احمر لحتى يماشي الازازه. تمام. هيك قطعه مثلا مثل الكلوب هيداك قد ايه بياخذ منك وقت شغل؟ هلا اذا ما كان عندك شيء ابدا ابدا بده شيء اسبوعين لحتى يخلص. اسبوعين فعلا، لانه هي يمكن شفنا السلك ناعم كثير، هلا وبده دقه. عم تدخلي وحده 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 وبده دقه، يعني حتى بده نظر يكون كثير قوي. تماما، الحمد لله. طبعا انت الاداه اللي لازم الانسان يحافظ عليها هي جسم الانسان. صحيح. لانه هو من دون جسمك انت ما قادره تعملي ابدا اي شيء. اكيد نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق بمشروعك يعني بكل الاشياء اللي عم تكون فيها، ونوجه تحيه مره ثانيه لطلابك اللي هلا هن اكيد قاعدين ناطرينك، ناطرين شو بدك تحكي ضمن هذا اللقاء. انا اليوم على الشاشه السوريه لامتن لاي حدا يوقف معي. انا اليوم طلعت لاقول شكرا للجميع اللي عملتوه شيء كثير ومهم
وبعتبره جميل ودين لازم رده بالطريقة المتاحة من خلال العمل الدؤوب والعمل الجدي. أنا اليوم على الشاشة السورية لأقول شكرا للجميع، يمكن هن ما بيعرفوا حجم وقفتهم معي قد عنت لي، ومع هذا الشكر بتمنى السلام لسوريا أمنا اللي دائما معطاءة معنا، ورح نكون نحن معطائين أكيد معه. شكرا كثير على هيدا الحب وهيدا الطاقة اللي عم تحكي فيها، إن شاء الله تكون وصلت للمشاهدين، وأكيد شكرا لهيدا الاهتمام بكل النواحي اللي أنت عم تشتغل فيها وعم تعطي فيها من قلبك. شكرا لك الأستاذ أمجد منى، نورت صباحك. الله يخليك، شكرا لكم، سعد صباحك.